السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مع درس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء. اسمحوا لنا في البداية نرحب بحضراتكم، وياريت لو مش مشترك في القناة اشترك الآن، فعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل الفيديوهات الجديدة، وياريت تشير الفيديو عشان المعلومة توصل لكل الناس، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تسيب لنا لايك وتعليق أسفل الفيديو. ويلا بينا نشوف درسنا النهاردة. ما زلنا مكملين مع سلسلة كلمتين وبس. سلسلة كلمتين وبس سلسلة بنتعلم فيها حل الأسئلة بكلمة أو بكلمتين. السلسلة ديت بتهم مين؟ بتهم الناس اللي ما عندهاش لغة. لو ما عندكش لغة ما تخافش شيء. ما عندكش وقت كافي تذاكر برضه ما تخافش شيء. طيب لو عاوز المعلومة من الآخر تبقى السلسلة ديت ليك أنت بالتحديد. النهاردة معانا جزئية جديدة من الباب ال 15 السرباسو التجاوز. شوف مع بعضنا كده موضوعنا النهارده وازاي نقدر نحل الاسئله اللي ممكن تجي لنا عليها. كواندو سيبو سرباساري نيل كورفا، امتى يمكن التجاوز عند المنحنيات؟ امتى يكون التجاوز عند المنحنيات مسموح؟ متى يكون التجاوز عند المنحنيات كونسنتير؟ يبقى هنا عندي النهارده كلمتين، كونسنتيتو ودوبيو، كونسنتيتو ودوبيو. كونسنتيتو بتسمح، دوبيو اللي هما الزوجي او اتنين. طب يلا مع بعض ندخل على الاسئله ونشوف ازاي السؤال هيجي لي، ونشوف ازاي هنستخدم كونسنتيتو ودوبيو. نشوف مع بعض السؤال الأول. أول سؤال، أول حاجة أعملها أحدد الأول السؤال بيتكلم عن إيه؟ السورباسو بيتكلم عن التجاوز. طيب التجاوز فين؟ هنا بيقول لي السورباسو كونسنتيتو نيل كورفا، يبقى بالتجاوز عند المنحنيات. على طول طالما التجاوز عند الكورفا المنحنيات يبقى أنت عايز كلمة كونسنتيتو وكلمة دوبيا. أدي عندك كلمة كونسنتيتو، إديله فيرو، إجابتك سليمة. اتنين السورباسو وكلمة كورفا يبقى بيتكلم عن التجاوز عند المنحنيات، يبقى أنت عايز كلمة إيه؟ دوبيا، دوبيو زوجي، دوبيو سينس دي مارشا يعني طريق باتجاه الاتنين، دوبيو يبقى هنا أقول له فيرو. تلاتة السورباسو وكلمة كورفا المنحنيات بيتكلم عن التجاوز عند المنحنيات، يبقى أنت عايز كلمة كونسنتيتو ودوبيو. مش موجودة؟ إيه إجابتك؟ فالصو. أربعة سورباسو وكورفا تجاوز عند المنحنيات، محتاج ايه؟ كونسنتيتو ودوبيو. مش موجوده، اجابتك فالصو. خمسه سورباسو كورفا بيتكلم السؤال عن التجاوز عند المنحنيات، انا محتاج ايه؟ محتاج كلمه كونسنتيتو ومحتاج كلمه دوبيا. مش موجود، اجابتك فالصو على طول، ودي الاجابه الصحيحه، يبقى هنا هقول له فالصو. كده انت حليت كام؟ حلت خمس اسئله. الخمس اسئله دهمت هم كل الأسئلة اللي ممكن يقولك على الجزئية الخاصة بكواندو سيبوسور بصارن الكورفة، إمتى يكون التجاوز عند المنحنيات مسموح. حللناهم بكم كلمة؟ حللناهم بكونسنتيتو ودوبيا. شكرا لكم على حسن الاستماع وعلى حسن المتابعة، وحتى ألقاكم في درس جديد لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.